فلذلك أنا راح أوقف العمل على هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التصوير ربما التصوير العاشر لهذا الفيديو وما عم يزبط معي من الصبح إلى الآن وأنا عم بصور. هلأ الساعة 11:30، أنا بدأت بالتصوير الساعة 8. شغل الكاميرا وبعدين طفيها، شغل الكاميرا وبعدين طفيها. على كل حال باختصار مفيد، حساب البنك سرق مصرياتي يعني من البنك سرقوا، وأيضا ناوي وقف أو ساوي برنامج جديد لهذا القناة. إذا أنت محتاج لتعرف تفاصيل تابعنا للنهاية لتعرف كل شيء. أنا طاهر السير وهذه قناتي على اليوتيوب. شوف يا صديقي باختصار مفيد، نحن تقريبا هلا وصلنا لل 25,000 مشترك. اغلب اليوتيوبرز يلي بيوصلوا لهذا الرقم بتحمسوا اكثر وبتشجعوا اكثر وبتستمروا وقناتهم بتكبر. انا من الاشخاص وصلت لهذا الرقم وحبطت بصراحه. هلا بنتكلم بالتفاصيل، بعض التفاصيل حكيتها بالفيديوهات القديمه طبعا، يعني هذا الرقم صار كبير 25,000 مشترك، فلذلك انا لازم اعرف بمحتوى القناه. يلي ما بيعرف شو محتوى القناه، محتوى القناه هو عباره عن اشياء بتحصل يوميا مع العائلة المسلمة أو العائلة العربية هنا في بريطانيا أو مع المهاجر هنا في بريطانيا. هذه الأشياء يعني نسوي لها حلول ونضعها على اليوتيوب مشان الناس تستفيد، لأنه هي المشاكل أو الأشياء اللي عم نسويها. واحد دخل على بريطانيا جديد راح يعدي بهذا الموضوع فإن شاء الله بيستفاد. مثلا أعطيك مثال، وثيقة السفر أو الترافل دوكيمنت الخاص باللاجئين. بس واحد دخل لهنا على بريطانيا وأخذ حق اللجوء يقدم طلب على وثيقة السفر إذا حابب يسافر لبرا. فهذه وثيقة السفر أنا عبيت طلب عليها ووضعتها على اليوتيوب. طبعا هذا الفيديو عذبني كثير، مش شوي. ليش؟ لأن أنا بصور طول النهار، وبعد ما أصور أسوي مونتاج، وبعد ما أسوي مونتاج أسوي إخفاء للبيانات، يعني تغبيش باللغة الإنجليزية بيسموها بلور، يعني غبش مكان شيء مهم ما بدأ يطلع للعلن. ففي هذا الفيديو سويته من 11 يوم تقريبا، كان في لحظة بالدقيقة تقريبا 11:40 ثانية، يعني ثانية أو ثانيتين، كشف حسابي البنكي. وقت كشف حساب البنك الفيديو نزلته أنا ماني منتبه، مع أنه عدته مرة ومرتين وثلاثة. بعد ساعة من التنزيل في واحد من الشباب عم يبعث لي: يا طاهر احذف الفيديو، في خطأ عندك في الفيديو. فبعت له شو الخطأ؟ قال لي بياناتك البنكية ظاهرة. جزا الله خير، أنا شلته وحطيته على الخاص مباشرة برايفت. وبعدين رجعت اشتغلت على الفيديو، حذفت البيانات البنكية ورجعت نزلته للفيديو تقريبا الساعة 11 بالليل. ما بعرف إذا بعض الشباب انتبه ليش نزل هذا الفيديو مرتين. الأول مرة لأنه انحذف، حذفته أنا لأنه في بعض البيانات كان طالعة، وبعدين رجعت نزلته الساعة 11 بالليل تقريبا. الفكرة بالموضوع، الفيديو صار عليه 400 مشاهدة، وهذه ال 400 مشاهدة 25% ناس شاهدت الفيديو للأخير، يعني تقريبا 100 شخص شاهد الفيديو للأخير. من هذا 100 شخص واحد جزا الله خير انتبه وخبرنا انه في بيانات ظاهرة، واحد آخر شاف البيانات وسرقني. الحمد لله أطمنك وأبشرك يا صديقي، في كثير ناس محبين على هذه القناة، فلذلك أبشرك انه رحت على البنك وقفوا لي البطاقة، وهلا بدي يبعثوا لها بطاقة جديدة، يعني يا اما اليوم يا اما غدا ان شاء الله راح توصلني. اضافة لذلك رجعوا لي الفلوس يلي طلعوا من حساب البنك. انا الحمد لله وصلوني الفلوس، هلا الفلوس صاروا معي فلوس، يعني اللي راحوا من حساب البنك رجعوا لي الحمد لله. اللي مزعلني واللي سوى لي نفسيتي في الارض كليا انه كيف الناس بتقبل على نفس الحرام. اغلب المتابعين عندي انا هنا ببريطانيا 40%، وكلاتنا نحن منا بعزي، ما حد بعد هنا ابدا، يعني الشغل متوفر جدا 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 جدا. كيف الناس يعني بتطاوع على نفسها انه تاكل حرام؟ طبعا هنا في ناس كتير بتاكل حرام، مش شرط الاكل الحرام هو بالسرقه، اكل الحرام كان بالبيع بالغش، او اكل الحرام كان بالبيع مثلا بما لا يحله الله، اكل الحرام ربما يكون في الوقت الذي محرم على المسلم انه يشتغل فيه. يعني الحرام هو مو بس يقتصر على السرقه، الحرام حرام في انواع كثير. فسبحان الله هذا ازعجني اكثر شيء. انا كثير عندي على القناه ناس محبين ومخلصين، وكمان في كثير ناس بتخاف الله. تخيل انت في الصبح تنزل لتحت الشارع، بدك تروح على المعهد او تروح على الجامعة او تروح على شغلك، تروح يعني، وواحد من الباب من عوجة الصبح هذا يلاقيك واحد شخص، اي شخص مثلا يعني من الباب من باب بيتك انت تطلع ويجي واحد يعكر لك صباحك، شو بصير فيك؟ طول النهار انت مزعوج، طول النهار بكون انت مزعوج، فهمت علي كيف؟ فهذا اللي بصير معي. يعني احنا احيانا سبحان الله في الصبح فتح عيوني بمسك التليفون هيك
وقلت على جاوب على التعليقات. بفتح هيك بلاقي تعليق والله أخبث من هيك ما فيه. وفوق سبحان الله هذا الرجل من أي حظيرة طلع؟ والله ما تعرفوا من أي حظيرة، حظيرة خنازير أو حظيرة البقر ما بتعرف سبحان الله. بس المشكلة عند اليوتيوب لهلأ اليوتيوب في عندهم مشكلة ما بيحلوها، عندهم كبسة حظر أو كبسة hide this users from this channel، يعني هذا الرجل لا تخليه يشاهد قناتي مرة أخرى. هيك هاي الكبسة موجودة، هيك دائما أنا هيك بساوي لهذا البني آدم ما شو اللي بيرجع لي، مو واحد يعني اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة دائما، يعني يعني كل ما أخلص من واحد بيجين واحد ثاني، مو الحمد لله خلصنا من واحد بيجين واحد ثاني. مو كل ما أنا أضغط على واحد أقول له يا أخي هذا لا تخليه يشوف فيديوهاتي لليوتيوب، يعني أقول له هذا لا تخليه يشوف فيديوهاتي، ما شوف له بيرجع بيجيب علق لي على فيديوهات أخرى. بعرف سبحان الله العطر من اليوتيوب، العطر ما بعرف شلون، الله المستعان. فلازم يعني هذا اليوتيوب يصلح هذا المشكلة، يعني هذا المشكلة مهمة. وبعدين يعني أنا بنصح الناس يلي هدول هني نفسهم يلي مو عاجبهم مثلا أحيانا المحتوى يلي أنا عم بقدمه مثلا، أو مو بس محتوى يعني أو محتوى غيره، يعني مثلا أنا بداية الناس أنا يعني في كتير قنوات على اليوتيوب محتوى يعني ما بتعجبني ولا بحبها، شو بسوي؟ بدخل على عند الزلمة بسبه بشتمه؟ لا ما بتفرج عليه أصلا. يعني النصيحة إنه إذا أنت المحتوى أنا اللي عم بقدمه مو عاجبك لا تفرج عليه، خلاص خلصت يعني خلص الموضوع. هلا بقى خلينا ننتقل على القسم الثاني من هذا الفيديو، الا وهو انا القناة اليوتيوب هذه كنت احذفها مرتين ثلاثة، مو بسبب واحد او اثنين، لعدة اسباب، والاسباب ما بحسن بجمعها كلها تبي هذا الفيديو. ولكن بالاخير تراجعت عن هذا الامر وقلت خليها هذه القناة وراح نزل محتوى اسبوعي كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر، هيك ان شاء الله بدي اسوي. يلي ما بيعرف انا عم بنزل فيديوهات يومية، كل يوم كل يوم كل يوم انا انزل فيديو، تقريبا صار لي اخر شهرين او اخر 3 اشهر ما قطعت كل يوم انا انزل فيديو. انا بالعاده ما بفتح الفيسبوك، بفتحه كل يومين ثلاثه بنشر لي فيديو على الفيسبوك عندي او على بعض المجموعات السوريين او العرب الموجودين هنا في بريطانيا. ايضا كمان الفيسبوك بستخدمه مثلا اذا عندي شغله بدي ابيعها او اذا عندي شغله بدي اشتريها. انا ما عندي ماسنجر هنا، نزلت الماسنجر فتحته مشان انا اتواصل مع الناس اللي عم تبعت لي رسائل مشان موضوع السياره محيط عرض على الفيسبوك. فالفيسبوك بيبعث لك اشعار انه في حد بدي يسألك سؤال عن السيارة، بتحسن بترد عليه، بس إذا بدك تقعد تفتح محادثة تاخذ وتعطي عشان ما أنا أدور على إشعارات فلازم أفتح الماسنجر. فتحت الماسنجر ولا بتفاجأ بكم هائل من الرسائل، الناس قاعدة بتسبني ليش ما برد عليها. أنا والله ما قلت ولا واحد على اليوتيوب إنه تاع حكيني على الخاص على الماسنجر، والله والله في عمري أنا ما قلت لواحد تاع حكوني على الماسنجر وأنا ما رديت. فهذا يا أخي يا صديقي انا لو كنت قايل لك تا حكينا على الماسنجر حقك علي هذاك الوقت لا اشتمني وسبني اذا انا ما رديت عليك. المهم انا فتحت الفيسبوك مره، منشور من هالمناشير عجبني صراحه، شدني هاي صوره الضفدع حيطينه في المي وبالغلاي. المنشور هو كالتالي، عبيل لك انا ضع الضفدع في وعاء مليء بالماء وابدا بتسخين الماء تدريجيا، ستجد ان الضفدع يحاول جاهدا ان يتكيف مع ارتفاع درجه الحراره الماء بضبط درجه الحراره جسمه معها، ولكن عندما يقترب الماء من درجة الغليان يعجز الضفدع عن التكييف مع الوضع هذه المرة، لذا يقرر في هذه اللحظة القفز خارج الإناء. يحاول القفز ولكن دون جدوى لأنه فقد كل قوته خلال عملية التأقلم مع درجة حرارة الماء المرتفعة وسرعان ما يموت. سؤال، ما الذي قتل الضفدع؟ الكثيرون منا سيقولون الماء المغلي هو الذي قتله، لكن الحقيقة ما قتله هو عدم قدرته على اتخاذ القرار بالقفز خارجا في التوقيت المناسب قبل أن تنفذ طاقته في محاولة التكييف مع الوضع. القتل هو عدم قدرته على اتخاذ القرار الصواب. كيف يعني؟ استخدم قوته كلها علشان يتكيف مع الوضع مع درجة حرارة الماء، بالأخير وقت وصلت الماء لدرجة الغليان أجل يقفز ما عنده طاقة. فهذا يدل أنه هو ما اتخذ القرار الصائب قبل بوقت. بالأخير في آخر المقالة تقول كلنا بحاجة إلى التكيف مع الناس ومختلف الأوضاع، لكننا بحاجة أكثر إلى معرفة متى نحتاج إلى التأقلم وإلى أي درجة ومتى نحتاج إلى مواجهة الوضع واتخاذ الإجراء أو القرار المناسب. إذا سمحنا للناس أو للظروف باستغلالنا جسديا أو عقليا أو عاطفيا سيستمر ذلك إلى أن يقضي علينا. المهم كاتبين بالأخير يجب أن نقرر متى نقفز قبل أن تخور قوانا. ما بيهمني إذا هذا علميا كان صحيح ولا غلط، بيهمني القصة بالمجمل. فلذلك قررت أنه أنا قوتي عم تضعف يوم على يوم يوم على يوم يوم على يوم. ما شاء الله في تعليقات روعة 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 روعة، في ناس طيبين، في ناس تعرفت عليهم جزاهم الله خير،
بارك الله فيهم. ولكن في شيء عم يضيع مني، الضريبة الكبيرة اللي عم بتضيع، علاقتي مع رب العالمين. هذا أول شيء، هذه أول ضريبة أنا عم بدفعها، علاقتي مع رب العالمين. أنا مقصر بكل شيء، بعدين مع الأولاد، مع العائلة بشكل عام، وبالدراسة وبالشغل، هذا كله مقصر فيه على حساب مين؟ على حساب اليوتيوب، أنه أنا عم بشتغل على اليوتيوب. وبالأخير شو بيصير؟ يا أما واحد بيطلع لي بسبني، يا أما بلتقى بواحد بيقول لي شد تروح من اليوتيوب، قديش عم تربح من ورانا. هالكلمة بتشقني لسا أكثر، قديش بتربح من ورانا؟ طيب أشو عندك أنت حتى أربح من وراك؟ وآخر شيء بيجي من سريق. أنا بعرف هدول قلي، أنا عارفان إنه هدول قلي ما بيطلعوا 1% من عندي، ولكن هذه 1% مصيبة. أعطيك مثال، عندك هذا كاس الماء، بسم الله، فيه ماء صالح للشرب. جيب ذرة من الأوساخ، ضع هذه الذرة فوق الماء هذه، هل تقبل تشربها؟ أنا عن نفسي لا، حتى لو كان بقي صالح للشرب، ولكن أنا عن نفسي ما بقبل بشربها. ونفس الإشي هيك أنا عم بصير عندي على قناة اليوتيوب. يعني خلينا نقول هلأ عندي 25,000 تقريبا، ضل في 150 شخص بيصيروا 25,000. يعني هل 25,000، خلينا نقول 24,800 من الأشخاص اللي صالحين، و200 شخص هن هدول سيئين. لهذا السبب يعني أنا بتعكر مزاجي، حالتي النفسية عم تدهور. أنا وقت حالتي النفسية عم تدهور وعم بتسيء، شو عم بصير فيني؟ عم بروح مباشرة فش قهري في الأكل، عم باكل، وهلأ وزني عم بيزيد. يعني أنا فرحت على 15 كيلو يلي نزلتهم، يعني صرت بالمية كيلو، هلأ صرت بالمية وثلاثة تقريبا أو 104 ما بعرف. فلذلك قررت ما أصير مثل الضفدع يلي حكيت لكم قصته، أنه ما حسن يأخذ القرار، وبعدين أخذ القرار في وقت الخاطئ، فلذلك ما حسن يقفز، لأنه قوته كلها ضاعت بتأقلم مع درجة حرارة الماء. فأنا قوتي كلها ما بدي ضيعها مع التأقلم مع هذه الناس، فلذلك أنا رح وقف العمل على هذه القناة. يعني أنا هلأ بنزل يومي، رح وقف عن هذا العمل، ولكن ما رح أقطع العمل على هذه القناة، لأنه في ناس محبين، وفي ناس بتخاف الله، في ناس بتحب يعني المحتوى اللي أنا بقدمه. فلذلك قررت أنه نزل فيديو كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر. يعني لهلا ماني متأكد كل أيمت بدل أنزل فيديو، ولكن راح ضل استمر كرمال الشباب يلي حبت هذا المحتوى. وأيضا عن نفسي أنا بصراحة راح أتفرغ لعبادتي، لشغلي، لدراستي. وأيضا يعني طبعا الشغل حاول أنا أتوسع أكثر، يعني مو بس أتخصص في الشاحنة، راح أحاول أتوسع أكثر، راح أحاول أنا أسوي كورسات أيضا، أسوي كورسات مثلا وأبيعها أونلاين إن شاء الله، كان شرح للسيوري تيست أو أشياء فيزا أو أي أشياء. وإن شاء الله يعني اللي بيحب لقى بيشتري هذا الكورس، فأهلا وسهلا. طبعا لسه ما سويت أي كورس، بس أنا حاطط مخطط في بالي أنه أسوي كورسات كلها، كل الكورسات اللي أنا سويتها أسويها، أو كل الخبرات اللي أنا مريت فيها أسويها ككورس مثلا وأعرضها للبيع. لأن أنتوا أولا وأخيرا أنا إذا بدي أضل على اليوتيوب راح يضيع عمري على الفاضي، راح ضل طول عمري قاعد في الأجار، ما أحسن اشتري بيت أصلا. فلذلك لازم أتفرغ للشغل. بتمنى أكون أنا ما طولت عليكم، وبتمنى كمان الناس ما تزعل مني، هذا يلي كان عم يخطر ببالي. فياريت تخبرني تحت بالتعليقات أنت شو رأيك في القرار اللي اتخذته، أنه نزل كل أسبوع أو كل أسبوعين مرة، بحيث إذا كبرت القناة إن شاء الله ننزل أكثر، لأنه أنا ما بدي أصرف وقت أكثر من هيك، في عندي أولويات أهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.